معنا محمد عثمان على ما اعتقد بالكوفي شوب روم. محمد اسمعني محمد، حياك الله. اسمع، صبحك الله بالخير يا عبدي. صبحك الله بالنور امير يا سيدي. المايك والكاميرا طوع يديك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء لم يبدا بسم الله فهو ابتر. انا بودي ان اعرج على موضوع فلاش موب اللي امس، وشكرا لكل شخص ادلى بدلوه اللي هو استاذ هاني عنزي واستاذ استاذ علي الغامدي. وانا اقول انه شكرا شكرا، كنت منتبه معكم جيدا بالامس واستمعت لكل التوجيهات. الحاجه اللي ابغى اقولها، انا ودي اقول موقف صار لي انا سابقا. سبق اني جلست مع احد الدكاتره المشهورين في العالم العربي، واللي تاتيهم استشارات او تؤخذ منهم الاستشاره عفوا من كل انحاء الوطن العربي. فقلت له ايش رايك في موضوع الحديث عن موضوع الايتام مجهولي الابوان كذا. فكان يقول لي لا يا محمد، لا تطلع، لا تعيش في دوامه، لا تعيش نفسك في دوامه. فانا الان اود الحديث عن موضوع العيش في دوامه. جميل. احنا الان امام قضيه بامانه هي موجوده، اصحابها المعظم منهم بامانه وهم اخوه لي يعني يظهرون متخفين، بعضهم ملثم، بعضهم كلش الا الناس يعرفون اني انا يتيم مثلا. ولكن انا احببت اني اطرح الموضوع. جميل. واقول انه اليتم هذا قضيه او عفوا هي من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، ويجب علينا لا نختبئ من هذا العار. ومللنا من الصور النمطيه المطبوعه السلبيه في اذهان الغالب من المجتمع، ويجب ان تظهر صور ايجابيه، وباذن الله ان اكون انا صوره من صور الايجابيه. هذا اللي عندي، واتمنى انه محمد عثمان هو لما يطرح هالقضيه هو يؤمن تماما انه بدايه حل او بدايه علاج اي قضيه انه مواجهتها. شخص يحمل الرايه. اذا محمد الان ومستقبلا طرحه للقضيه حيكون بلا خجل. جميل جميل. انتهي. محمد انا اعلل على كلامك انه اذا عندك مشكله تخاف منها ما راح تتخلص منها الا اذا واجهتها وعرفت الحلول. وانت على قولتك انه باذن الله اصبح صوره ايجابيه، انت بالفعل صوره ايجابيه. عسى الله يقويك وييسر امرك ان شاء الله. نعم. شرفتني يا بعدي. شكرا. اذا ما عليك امر خلصان من الخنفر يجي يبغون الشباب في الكوفي. طيب يلا اوكي. ابو شوق تعليقك.